عليكم. انا ملكه، عندي شركه سميتها بير ناتور بحال اللي كتشوفوا هنايا. بغيت نقدم الناس المغاربه ديالنا في بلجيكا باللي زعما كاينين كندير لي سوان دو بوتي زعما التجميل بالعشوب وبالويل اسونسييل كلشي ناتوريل زعما هادشي ناتوريل. الحمد لله مزيون، الناس بزاف يسون انتريسي على هاد الزيوت علاش هاد الشيء ديالنا حنا مغاربه كنستعملوا هاد الشيء، كنستعملوا العشوب وهادي زعما الحمد لله عجب لهم هاد الشيء بزاف. Quand il y a des événements, on fait souvent appel à mon comment dirais-je à mon succès de présenter des émissions ou présenter des événements. Et ça, je fais ça depuis que je suis petit. Ce spectacle de ce jour a été plus ou moins bien. Bon, je suis très content d'avoir pu présenter un événement ici à Anvers. Et je ne vous cache pas, mon rêve, c'est de présenter des événements au Maroc. Nous sommes Kids by Voila. Nous sommes un très exclusif clothing label. Met, ja, we maken dus kinderkleding met een eigen design. En van elk ja, ontwerp is eigenlijk, zijn er een paar items beschikbaar. En soms zelfs eentje, dus dat maakt ons ook wel erg exclusief. Ja, we zijn heel erg tevreden over de organisatie. We zijn heel erg warm ontvangen. En ja, heel fijn dat we ja, hier onze items kunnen... كنشكر فشتي فهدي واكسبو ماروك على هذا التواصل اللي جعلنا يعني نشاركوا مع الجمهور ديالي، والسهره كانت زعما رائعه والجمهور كذلك كان حار وكان مزيان. والله العظيم زعما هذا العام كاين الجديد بزاف، لحقاش هذا العام كافحت بزاف كثير في 2016 وخدمت بزاف، واتمنى ان شاء الله يعني لا ريبونس ويكون عندي واحد اقبال على الجمهور، لحقاش عملت الجديد باي ستيل، عملت راي، عملت جبلي، عملت حاجه ديال الشمال، وعملت اوسي الشعبي، وان شاء الله كان الطموح يكون عندي باش الجمهور يقبل عليا ويكون على حسن طل الجمهور، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. للاسف ما كيتنظمش بزاف هنا في بلجيكا بحال هاد الحفلات هادو ولا في هولندا، ولكن عندي في الاسبان وفي المغرب كذلك عندي الحفلات كثير، ونتمنى ان شاء الله انا ما كرهتش يعني نكون موجود في بلاد كما يعني بلجيكا وهولندا كثير اكثر من دابا، ولكن ان شاء الله نتمنى يكون الخير. كنشكر اميري 24 وكنتمنى لها النجاح ان شاء الله وبما فوق فوق، وكنسلم على كاع الجمهور تاع اميري 24، وكنشكر كذلك انت يا خويا والكاميرامان تاعنا وكاع لي ستاف، وتبارك الله عليكم ان شاء الله، وكنتمنى لكم التوفيق، والجمهور ديالي كنبوسو. عرفت اليوم مدينة أنفيرس البلجيكية المواد السنوية ديالها ديال إكسبو ماروكو 2017. كان الحضور ديالي اليوم كعارضة أزياء مع مجموعة من الزيانات. منامي ياسمينة، إكبان موديل إن بروسل. السلام عليكم، أنا عايشة من العراق. جو ماج مابيل غافيل. إيوا اليوم كنت موديل فور زيانة كوتر سلاوية دو سواس إكت هير لوك، كنا إكت هير فان. شكرا زيانة أونس كون أونس لات لتفلير فور يو أونس دي كليتش زي وار إكت سوبر بوي. بدانكت. شكرا. اليوم كنت موديل زيانة كارتانيل من فرنسا، وتشرفت بمعرفتها، وما شاء الله نفانيفها وشغلها اروع شيء شفته بالعالم، ما شاء الله عليها اخلاق وطيبه، والله يحفظها ان شاء الله، وان شاء الله اجي مره ثانيه ماروك اكسبو. شكرا. Moi aujourd'hui j'étais bonjour, j'étais modèle pour Ziana Kaftanel aujourd'hui, c'était super, ça fait plusieurs fois que j'ai fait pour elle. Magnifique et de me donner la chance de faire modèle en étant si petite.